هكلمكم النهاردة عن العدسات. العدسات بنقدر نقيسها بالفوكال لينث. فوكال لينث دوت اللي هو بعد العدسة اللي بتصور عن السنسور اللي هو مستقبل الصورة. الفوكال لينث ممكن يبتدي عندي من 8 ملم لحد 300 ملم فأكتر، ممكن 500، ممكن 1000، ممكن 2000. كل ما الفوكال لينث ده عندي بيزيد، كل ما معناه انه الزوم عندي هيبقى زيادة والزاوية عندي هتقل كأني بقطع في الصورة. بقدر اقسم الفوكال لينث عندي من 8 لحد اقل من 50، ده عدسات وايد. ال 50 اللي بنسميها عدسة قياسية دي نورمال، فوق ال 50 وطالع دي تليفوتو اللي هي زي تليسكوب او تليفون، تلي يعني بعيد، تليفوتو بتجيب الصور البعيدة. العمود ده بيبين الزوايا اللي العدسة بتاخدها. العدسة 8 مللي اقرب للعين، اقرب للعين البشرية، زاوية العين 180 درجة. كل ما ازود الفوكال لينث كل ما الزاويه عندي تقل، فده معناه اني بقطع في الصوره. فده معناه ايه؟ كل ما ابتدي ازود في الفوكال لينث كل ما الانجل اللي هي الزاويه عندي تقل، ده معناه اني بقطع في الصوره. دي صوره توضيحيه لللاندسكيب اتاخد بثلاث عدسات مختلفه. اول عدسه 28 مللي، دي نقدر نصنفها ان هي وايد انجل، العدسه 28 مللي. العدسه الثانيه 50 مللي اللي هي نورمال لينث، او بنسميها العدسه القياسيه 50 فما اكتر، دي بنسميها تيليفوتو لينس. لو خدتوا بالكم هنا 28 مللي مدياني صوره واسعه، صوره جايبه الاخشاب المحطوطه على الارض، كمان جايبه الشجره كلها. العدسه 50 بدات تديني زاويه ايه؟ اقل، يعني معناها قطع اكبر، فقطعت السياج من اول هنا لحد بدايه الشجره، فادتني صوره مخربه اكتر. العدسه 70 عملت ايه؟ زومت اكتر، فادتني السياج من اول هنا لحد بدايه الشجره، قطعت اكتر في الصوره. وكل ما استخدم فوكال لينث اكتر، كل ما قطع اكتر في الصوره واخد حاجات بعيده اكتر. من ضمن انواع العدسات الفيش اي لينسز، بتصنف من ضمن عدسات الوايد انجل او الالترا وايد انجل، لان الفوكال لينث بتاعها بيبقى قريب من 8 ملم. العدسه دي بتديني احساس زي احساس عين السمكه. لو واخدين بالكم ان المباني عندي بدات تنبعج من اليمين ومن الشمال، وافضل مبنى عندي هو المبنى اللي في النص، يعني المكان اللي في النص ده هو يعني اقرب حاجه للمبنى المعتدل. كل ما ابعد عن النص كل ما يحصل عندي تشويه في الصوره من الجناب. العدسه دي استخداماتها قليله، لكن في ناس بتستخدمها ان هي بتديني احساس عين السمكه دوت، او ان انا اصور بيها اشخاص واطلع شكلهم كاريكاتيري ومضحك، برده في ناس بتستخدمها عشان الشكل ده. وفي امكانيه اني اعمل افكت بتاع فيش اي على الكاميرا في الكاميرات الجديده، او اعمله على الفوتوشوب. المايكرو لينسز ده نوع من انواع العدسات بيديني صوره مقربه. لو بصور حاجه وعايز اظهرها بشكل كبير، نقطه ميه مثلا او ورده، تظهر عندي الورده بشكل كبير. تصوير الماكرو ده يعتبر صنف من اصناف التصوير، كاتيجوري ممكن اتخصص فيه واصور فيه الماكرو، يعني تصوير الحشرات يعتبر تصوير ماكرو، تصوير اوراق الشجر، ويستخدم كمان في تصوير الحاجات العلميه والزراعيه والهندسيه. تالت نوع عندنا هو نوع عدسات الزوم. عدسات الزوم بيبقى فيها رينج واسع من الفوكال لينث، يعني ممكن تبتدي من 18 ل 105، ممكن تبتدي من 28 ل 105، 70 ل 100، كل دي عدسات زوم. عدسات الزوم ممكن يكون فيها كذا رينج من انواع العدسات، يعني ممكن يكون فيها الوايد، ممكن يكون فيها ال 50، ويكون كمان فيها عدسات الزوم. الجزء المتركب ده في الكاميرا اسمه الكاب. الكاب ده ممكن يكون ليه اشكال مختلفه، وده فائدته ان هو بيمنع الاضاءه الزياده اللي داخله في العدسه. ممكن استعيد عنه وانا بصور، انه ممكن استعيد عنه بايدي وانا بصور. لو حسيت ان في اضاءه داخله زياده في العدسه، استخدم ايدي في اتجاه الشمس واحاول ان انا اقلل الاضاءه اللي داخله العدسه. مهم جدا واحنا بنتكلم على العدسات اننا نعرف ان هي ليها اهميه كبيره جدا في صناعه العزل في الصوره. العزل في الصوره زي ما اتكلمنا قبل كده بيتعمل عن طريق فتحة العدسة. كل ما استخدم فتحة عدسة واسعة كل ما يحصل عندي عزل كبير جدا في الصورة. كمان مهم جدا يبقى عارف كل ما استخدم زوم كل ما العزل يبقى قوي في الصورة. العصافير دي بتتصور من على بعد كبير، كان مهم بالنسبة للمصور ان هو يستخدم عدسة زوم عشان العصافير ما تحسش بوجوده وتخاف فتطير، وكمان حققت له ان هو عمل عزل كبير جدا في الصورة، فالصورة ظهر فيها شكل جمالي، ما بقتش متشوهة بمنظر الشجر اللي ورا، فادتني صورة جميلة من كل النواحي. نوع الزوم اللي احنا بنستخدمه عن طريق العدسات بنسميه اوبتيكال زوم. في فرق ما بين الاوبتيكال زوم والديجيتال زوم. الديجيتال زوم هو عباره عن زوم لكن مش حقيقي، زوم فيك، كانك بتجيب صوره على الكمبيوتر وبتعمل فيها زوم 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 زوم، فانت كده بتكبر الصوره لكن مش بتكبرها بشكل حقيقي. نوع الزوم اللي احنا بنستخدمه بالعدسات بنسميه اوبتيكال زوم. في حاجه اسمها ذا اكس اوبتيكال زوم. الاكس اوبتيكال زوم بيستخدموه عشان يوصفوا بيه الزوم الخاص بالكاميرات الكومباكت والكاميرات السيمي بروفيشنال. مثال لو لقينا كاميرا كومباكت مكتوب عليها 10 اكس، ده معناه ايه؟ مثال لو لقينا كاميرا كومباكت مكتوب عليها 10 اكس، الكاميرا دي الزوم بتاعها بيوصل من 24 مللي ل 240 مللي. لو قسمنا 240 على 24 هتديك رقم 10.
اللي هو 10x. الكاميرا اللي جنبها كاميرا سيمي بروفيشنال فوجي، الزوم بتاعها بيتراوح من 38 مللي ل 380 مللي. لو قسمنا 380 مللي على 38 هتديك 10x، لكن هل ده معناه ان الزوم اللي في الكاميرا دي نفس الزوم اللي في الكاميرا دي؟ لا، الزوم هنا اعلى، الوايد هنا اكبر، يعني هنا الزاويه عندك بتبتدي من 24، فده هيديك صوره زاويتها اكبر. هنا الصوره هتبتدي من 38، الزاويه بتاعتها اقل. فانا مش مهم بالنسبه لي الرقم اللي هو الاكس، مهم بالنسبه لي العدسه دي بتصور من كام مللي لكام مللي.